عشان كده أي داعية، أي داعية موجود في السودان، في اليابان، في الصين، في مصر، في السعودية، في الكويت، في بوركينا فاسو، ما بيتكلم في الشرك بالله ويدق في الشرك ده دق تمام وينجم ونجام، أعرف إنه الداعي ده واحد من اثنين بس، إما هو جاهل بالإسلام، حتى لو زكوا من زكوا من هنا للفاشر ولك زكوني زكوك وصلوك وين؟ إن زكوك من هنا لآخر نقطة في الدنيا وإنت ما بتتكلم في العقيدة وتحارب الشرك بالله وتنشر في التوحيد، أعرف إنه ده إما داعية جاهل وإما داعية فاشل، وفي الحالتين فاشل. والله انتبهوا لك كده، يصبروا انتبهوا لك الكلام ده جيدا، لأنه في دعاة كتار بيظهروا في الإنترنت في اليوتيوب فضيلة العلامة فلان، فضيلة المنجامة فلان، وبعض أخواننا واحد شايل شنطة ماشي وين؟ تلقى واقف في السفارة دجد وقوله وتأشيرة طافش ماشي، ما في توحيد، بلده كلها تلقاه شرك، شرك وكفر، ما بيتكلم في التوحيد أبدا، ولا بحرب الشرك ولا بحرب الصوفية. أعرف إنه ده ما درب الأنبياء بالمناسبة يا شباب، كده أفهموا كلامي، دخلوا جوا عقولكم، والله ده ما درب الأنبياء أبدا، ما درب الأنبياء يا ناس. أي رسول نبي عليه الصلاة والسلام ربنا رسل في الواطن دي، رسلهم في الأصل والأساس لموضوع واحد، قال تعالى وما أرسلنا من، شوف الآية دي واضحة كيف ما بتحتاج شرح، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكلمة فاعبدون دي توحيد الألوهية تحديدا، لأنه معناه الألوهية إفراد الله بالعبادة. ومن أجل العبودية والألوهية ربنا خلقكم كلكم وعمل لكم اذنين وعيونين وكرعينين ويدينين وحاجات كثيرة من أجل الموضوع ده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يعني ليوحدون. القرآن اللي بتحفظوه الآن في الخلوة ده وبتقروه الليل والنهار، الكتاب ده كله 114 سورة وأكثر من 6000 آية، الله ما نزلوا إلا للتوحيد ومحاربة الشرك اللي بينشر فيه ناس الخنجر والصوفية ديل الليلة، ما أنزلوا الله إلا للموضوع ده. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، شوف الكلام ده كيف، الكتاب القرآن ده ربنا أحكم آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا، ده السبب في نزول القرآن ونزول الكتاب، السبب شنو يا ربنا؟ ألا تعبدوا إلا الله، للتوحيد يا جماعة، الناس ما يعبدوا غير الله، ولا يعبدوا القبب ولا يتبركوا بالقبور ولا بالتراب بتاع الأولياء والشيوخ. الله نزل القرآن ليه؟ السبب ألا تعبدوا إلا الله، ده السبب في إنزال القرآن. إنني لكم منه نذير وبشير، قال تعالى أيضا إن القرآن ما نزلوا إلا للتوحيد والناس يعبدوا الله براو لا إله إلا هو. هذا القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به، السبب وليعلموا أنما هو إله واحد، ده السبب ربنا نزل من أجل القرآن، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يا ناس أولو الألباب أولو العقول، العاقل فيكم بيعرف الغاية من القرآن كله والسنة كلها وإرسال الرسل كلهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
إرسال الرسل كلهم نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة شغال في الموضوع ده. 950 سنة ما مشى من الموضوع ده أبدا. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.